الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر من هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. انطلاقاتنا تتواصل حيث حضرت هذه الشعارات وهذه أيضا المؤسسات العملاقة من كل حد من وصوب، منطلقة مع الفطاحل المضمرين التابعين لهذه الشعارات، المرافقين لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. كما هني أيضا هجن الرئاسة على أيضا اختطافها بالمراكز الأولى هنا أيضا، وسجلت الهاتريك هنا أيضا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا تهانينا والناموس لعشاق هجن الرئاسة وللمجازف. أسير مباشرة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة على صدارة هذا الشوط. هناك أيضا هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان يتقدم. محفوظ بن خميس علي نيبي هنا يتقدم الزعيم مرافقا لانطلاقة هملول. انتقل مباشرة على المركز الثاني، وصول وتقدم من شاهين لهجن العاصفة. هنا يتابعه غياث الهلالي المركز الثالث. المركز الثالث وصول وتقدم من الحجاج لهجن الرئاسة بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا يتقدم العملاق. انتقل مباشرة على المركز الرابع، وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا هو مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي يرافق هذا الشعار، بينما المركز الخامس من القادم في هذه اللحظات. الله يا سلام على هذا القدوم. الذهبان لسمو الشيخ سلطان بن زايد نهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن وصول وتقدم من مخباط لهجن الرئاسة عملية تدريبه والتضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اتابع المركز الثامن شاهين لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز التاسع وصل بركان لهجن الرئاسة، هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا الشعار الذي اختطف أيضا الأشواط الثلاثة التي مضت، بينما هنا الوصول من شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى بهذه المؤسسات العملاقة. هنا شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والأمراء، أعود إلى البداية الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. هملول 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 باحث عن النوماس، باحث عن المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد نهيان. محفوظ بن خميس ألي نيبي هنا، بو ناصر الزعيم هنا يتابع هنا في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار الغني دائما عن التعريف. المركز الثاني شعار هجن العاصفة، يتقدم شاهين غياث الهلالي على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث، وصول وتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو الحجاج أيضا شعار هجن الرئاسة، هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا، الذي قدم الكثير والكثير هنا من الإنجازات. المركز الرابع وصول وتقدم من شعار هجن الرئاسة، من تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار بانطلاقة بركان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله الله على هذا التحدي، الله على هذه الإثارة، على هذه الأسماء. والوصول والتقدم من الجانب الأيمن، وصل مخباط في هذه اللحظات لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا الانطلاق، وهناك شاهين لهجن الرئاسة يقوده في عملية التدريب والتضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا المجازف، المجازف هنا حاضر بهذه الانطلاقات، حاضر بهذه القوة. شعار هجن العاصفة غادمة
هنا بانطلاقة شاهين غياث الهلالي من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة الأولى، الناموس لمن هنا ما بين هذه المؤسسات، ما بين الفطاحلة المضمرين. تابع يا من تتابع، تابع هذه السرعة، تابع هذه الشعارات، ولكن شعار هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن فزاع على المقدمة في هذه اللحظات بتقديم شاهين لهجن العاصفة. غياث الهلالي من يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. الله الله الله، المركز الثاني وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. هنا هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الينيبي، وعذاب القلب من شيء نشوفه يا ابو ناصر على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الحجاج لهجن الرياسة مع العملاق، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من بركان لهجن الرياسة عملية التدريب والتضمير، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذا هو المجازف، هذا هو المجازف. الله الله، المركز الخامس وصل أيضا شعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى، خماسية الماسية شعار هجن العاصفة يتقدم هنا. وصل الظافر علي بن ميل الوهيبي بشعار هجن الرياسة. الله 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 الله، الناموس وين هنا؟ هناك أيضا يحتار ما بين هذه المؤسسات، ما بين الفطاحلة المضمرين، ولكن بقيادة مميزة، بقيادة شاهين على المركز الأول على صدارة هذا الشوط لهجن العاصفة. هجن العاصفة هي من تسيطر حتى هذه اللحظات هنا على البداية الأولى، ولكن هنا الوصول، التقدم هنا بينت لائحة الكيلو، الكيلومتر الأخير والجعدان طارن، طارن الجعدان طارن. هملول تدخل، وصل هنا الحجاج وتقدم بركان. الله الله الله، شعار هجن العاصفة قادمة هنا في هذه اللحظات، ولكن بقيادة شاهين. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هنا شاهين لهجن العاصفة على البداية الأولى، هملول على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. المركز الثالث شعار هجن الرياسة هنا مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا تقدم هنا في هذه اللحظات، يا سلام، كما قدم الشهم، كما اختطف الرمز في سن اللقاية، ولكن هناك أيضا المجازف، المجازف بانطلاقة شاهين لهجن الرياسة. وصول وتقدم هنا من مايهاب لهجن الرياسة مع علي بن مية الوهيبي، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة مع المركز الأول. هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الرياسة، هجن العاصفة، ما بين غياث، ما بين المجازف، ولكن هجن الرياسة على البداية الأولى. شاهين، شاهين، شاهين على الصدارة لهجن الرياسة. الله الله، خلصنا من الهاتريك، بدينا في سوبر هاتريك على البداية الأولى، على الصدارة الأولى. سلام لهجن الرياسة، سلام، سلام يا المجازف، سلام. مشكور يا أبو سعيد على تقديم شاهين في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة، المركز الثالث، المركز الثالث وصل مايهاب لهجن الرياسة مع المضمر علي بن مي الوهيبي، والمركز الرابع وصول وتقدم هنا من شاهين لهجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون عن مهيري، والمركز الخامس هنا أيضا وصل هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس علي نيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عن نتيجة للخمسة المراكز الأولى، تهانينا لهجن الرياسة والتهنية للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري الذي سجل 4 نقاط حتى هذه اللحظات. تعود إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية قاطعة المسافة في زمن وقدره.
مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات الإعادة بتسع دقائق بلا شك 23 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز بركان والتهنية للمجازب. بينما المركز الثاني وصل شاهين لهجن العاصفة بقيادة قياس الهلالي. هنا أيضا هذا الشعار الملكي من يتواجد على المركز الثاني بالتوقيت زمني مقداره. هنا شاهين، هنا أيضا أعزائي المشاهدين 9 دقائق 23 ثانية سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث، على المركز الثالث وصل ميهاب لهجن الرياسة مع المضم العلبي الميل وهيبي 9 دقائق 25 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.